على بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلق الشوط الأول وأول بطاقات التأهيل وأول أيضا اندفاعات. هذا السنة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب بانطلاقته الصباحية، الشوط التاسع في مجموع أشواطنا الصباحية. الكل باحث عن بطاقة تأهيل في هذا التحدي الصباحي. نسير مع البداية ونتابع الأسماء المتميزة التي تسجل أيضا حضورها في كل صباح متميز وفي كل أداء رائع. على البداية الأولى ند الشبع على المركز الأول، محمد بن هناك سالم بن محمد بن عويضان العامري من يقدم لنا البداية الأولى. أما المركز الثاني، ثاني المراكز هناك أيضا تنطلق من خلاله مشرفة، تنطلق محمد بن يابر هناك ينطلق مع مشرفة مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز من الجانب الآخر. هناك التسلل، هناك الانطلاق أيضا الرائع منه، هناك تنطلق مشاهدينا الكرام من خلال هذا الأداء الرائع اللي غيرت البداية. مشرفة غيرت، هناك محمد بن عبد الله بن محمد بن يابر يتابع أيضا البداية. أما المركز الثاني هناك الشاهنية، سيب بن خلفان بن محمد بن مطر الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك الدفاعة تنطلق مع المركز الثالث، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز ند الشبة، سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك غذيوة وصلت، علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم لنا غذيوة مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز مشاهدينا الكرام مسري بن سالم بن عرطي الحميري يقدم لنا الكورة مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز هناك مربوشة، سالم بن دهيمي بن حمد العامري مع المركز الثامن. يا سلام، هكذا النتيجة للثمانية المراكز المتقدمة. ولكن هناك أيضا أسامي لم يحين دخولها لعالم الإذاعة، ولكن نعود مع تشريف على المركز الأول، تشريف على الصدارة. محمد بن عبد الله بن يابر هناك يقدم لنا البداية ويقدم لنا تشريف على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني الشاهنية، سيب بن خلفاء بن مطر الشامسي على ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك الدفاع مع المركز الثاني، خليفة الثالث خليفة بن علي بن خليفة الرميثي رئيس الهجاني يدفع أيضا بثالث المراكز والمركز الرابع. رابع المراكز ند الشبة، سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك أيضا تشريف هناك تنطلق من خلال مشاهدينا الكرام ومن خلال هذا التحدي، سالم الدهيمي بن حمد العامري مع مربوشة مع المركز الخامس. يا سلام، خمسة مراكز، خمسة نجوم تنطلق في هذا التحدي الرائع وفي المتميزة. يا بن يابر على البداية وعلى الصدارة الأولى. محمد بن عبد الله بن محمد بن يابر هو من يقدم تشريف على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني ند الشبة، تتسلل مشاهدينا الكرام، سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري غير البداية وغير صدارة هذا الشوط مع ند الشبة على البداية وعلى الصدارة الأولى. أما المركز الثاني، ثاني المراكز هناك الشاهنية، سيب بن خلفاء بن مطر بن محمد الشامسي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك تنطلق الدفاع، هناك الدفاعة تنطلق مشاهدينا الكرام، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز سالم بن الدهيمي بن حمد العامري مع مربوشة على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع ند الشبة رصيدها سيارة في ميدان الوثبة.
ند الشباع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سالم بن محمد بن سيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشباع مع الصدارة مع الانطلاق الأول. أما المركز الثاني هناك تشريف محمد بن عبد الله بن يابر هناك يقدم لنا تشريف مع المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز يا سلام يا سلام الشاهنية سيب خلف أبو مطر بن محمد الشامسي مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز هناك تنطلق مربوشة سالم بن دهيمي بن حمد العامري مع المركز الرابع. والمركز الخامس الدفاع على المركز الخامس هناك علي بن خليفة الرميثي ينطلق مشاهدينا الكرام خامسا. ولكن نعود مع ند الشبه نعود مع ند الشبه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سالم بن محمد بن سيل بن عويضان العامري من يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. هناك مشرفة مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن يابر هناك ينطلق مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك مربوشة سالم بن دهيمي بن حمد العامري مع المركز الثالث. ولكن نعود مع ند الشبة 1200 الأخيرة 1200 الخطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا البداية يا سلام يا الانطلاق الرائع. هناك غيرت مشرفة غيرت مشرفة محمد بن عبد الله بن محمد بن يابر هناك ينطلق مع البداية ينطلق بالصدارة مع الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير. وند الشبة مع المركز الثاني سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع ثاني المراكز. ومشرفة هناك مشرفة على الصدارة مشرفة على الانطلاق مشرفة على أيضا الفوز والانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام رصيد ثلاث سيارات وانتاج بدع ثلاب. يا سلام رصيد ثلاث سيارات وثاني على الرنج. يا سلام يا بن يابر يا سلام يا بن يابر محمد بن عبد الله بن يابر هناك ينطلق مع البداية ينطلق مع الصدارة. روح يا بن يابر سلام يا زعبيل سلام سلام يا سلالة هملولية بلا شك. هات 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 يا كمبيوتر المرموم هات سلالة هملولية على البداية ثلاث سيارات. يا سلام يا سلام يا سلام روح يا بن يابر روح يا بن يابر أشكرك أشكرك يا بن يابر. الله سعيد الغيلاني في المتابعة. الله 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 يا بن يابر ثلاث سيارات وثاني على الرنج. يا سلام يا سلام رصيد ملي رصيد ملي من الإنجازات. سلام يا زعبيل سلام يا زعبيل سلام وسلام يا بدع ثلاب على الانتاج الرائع. تهانينا والناموس ثلاث سيارات وثاني على الرنج. تهانينا والناموس لمالك أيضا مشرفة محمد بن عبد الله بن محمد بن يابر على فوز مشرفة بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع اللي بعدت المسافة ند الشباع على المركز الثاني سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الثالث كانت فيها مربوشة سالم بن دهيمي بن حمد العامري. والمركز الرابع كانت فيها حماية عبد الله بن حمودة بن تركي الكتبي. والمركز الخامس